الا ان بدل من فضل السياسات الحكيمه القنوات الهاتفيه الاعلاميه، هذه اعتقد نقطه مهمه. كذلك انشاء شبكه اساسيه في الجامعه. Et est composée de plusieurs parties. Il y a le réseau de transport. أتيحت لنا الفرصة لتبادل الآراء وأيضا التجارب في هذه الورشة، تجارب وآراء البلدان الأخرى، وأيضا إعطاء الفرصة لكل البلدان العربية من أجل يعني أن يتعرفوا على كل المجهودات المبذولة من طرف الجزائر وأيضا من طرف اتصالات الجزائر، مثلا يعني في رفع قيمة تدفق الانترنت في الجزائر او عبر الكوابل الدوليه. تطرقت لتجارب بعض الدول العربيه اللي حققت التغطيه الشامله وتغطيه بعض المناطق النائيه والريفيه في هذه الدول بطرق غير تقليديه ومختلفه عن الطرق الاعتياديه، ونتمنى ان تكون هذه التجارب مفيدة لجميع المشاركين، الدول المشاركة من الدول العربية. الدول التي تم التطرق إليها هي عمان ومصر والأردن، وكذلك تجربة الجزائر في تحقيق الخدمة الشاملة في الجزائر، وهي تجربة ممتازة وجيدة.